وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. دكتور هشام، بعد التحية، كل عام وحضرتك بألف خير. ماذا تحمل هذه الذكرى من دلالات ومعاني؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، كل عام ومصر كلها بخير، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. حضرتك طيب. ذكرى تحرير سيناء ذكرى عزيزة علينا، لأنها الحقيقة ذكرى ترتبط بالتغلب على تهديدات وتحديات ضخمة في دول يعني ما قدرش تتغلب على هذه الأشكال من التهديدات والتحديات. وأنا عشان أكون محدد، من أهم هذه التهديدات يمكن حرب 73 لما استردينا جزء من الأرض بحرب محترفة بتدرس في العالم كله. النقطة الثانية مشروع سلام، الحقيقة كان في منتهى الأهمية أنه اختتم بمعاهدة للسلام، وأيضا استردينا جزء كبير من الأرض. والنقطة الثالثة كانت استردينا طابة بالتحكيم. فكان ثلاث محطات رئيسية الحقيقة كلهم نجاحات، فدي ذكرى عزيز علينا للثلاث محطات في التاريخ المصري، وبنذكر بيهم الأجيال الموجودة، لأن التهديدات والتحديات مش هتنتهي، ده طبيعة الأمور، وده أي دولة في العالم بتواجه هذا الشكل. النقطة الثانية الرئيسية هو معركة التنمية، وتأمين سيناء بالتنمية ده مهم جدا، ودي فلسفة موجودة عند الدولة المصرية. ففي استراتيجية واضحة وشاملة للتنمية في سيناء في كل أبعادها، ويمكن محور قناة السويس والأنفاق اللي تحت القناة، وأيضا مشروعات التنمية في بعدها الاقتصادي وبعدها الاجتماعي. ويمكن أنا هركز على البعد الاجتماعي لأنه أتكلم على بناء تجمعات بدوية تناسب أهلنا في سيناء، اللي مهم فيها أو أن التعليم وعدد كبير من المدارس على اختلاف مستوياتها والجامعات، وبالتالي فرص التعليم هتزيد بالنسبه لهم، والتعليم يعتبر امن قومي. فدي محطات رئيسيه نحطها يعني قدامنا واحنا في هذه الذكرى العزيزه نسترشد بيها. النجاحات مهمه قوي، وخاصه النجاح في مكافحه الارهاب على ارض سيناء اللي كان مثال من الجيش والشرطه والمدنيين تلحموا مع بعض في هذه المواجهه الناجحه، وقدرنا نحتفل واحنا الحقيقه في شعور بالامن انا شايف ان هو ملوش مثيل في نقط كثيره في العالم. الحمد لله. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل في خطابه تحية تقدير وإجلال للرئيس أنور السادات بطل وقائد الحرب والسلام الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة. تعليق حضرتك. الحقيقة طبعا الرئيس السادات زعيم عظيم الله يرحمه، هو جسد إرادة المصريين ومعاه القوات المسلحة والشعب المصري ظهير ليه في حرب الحقيقة محترفة لاقتحام قناة السويس واقتحام الساتر الترابي وخط بارليف وتحرير جزء عزيز علينا من سيناء. وده الحقيقة كسر نظرية الأمن الإسرائيلي اللي هي أنها تحتل أرض خارج الحدود وتستند على موانع بهذا الشكل وتعمل خطط نيران. ده كسر النظرية صحيحة وهي نظرية الأمن الإسرائيلية، وده اللي خلاهم يجوا على ترابيزة المفاوضات ونحقق السلام. والحقيقة كان تحقق الكلام ده، والرئيس السادات كان على رأس الدولة المصرية ومع الجيش والشعب. فكان الحقيقة دي أنا شايف إن السيد الرئيس السيسي كانت لمسة وفاء في ذكرى عزيزة علينا للرئيس السادات وللمصريين اللي حضروا معاه هذا الحدث العظيم. نعم، في إطار الذكرى 41 لتحرير سيناء، تأتي الحقيقة وسيناء تتزين بالعديد من المشاريع التنموية، بالإضافة بالطبع إلى بسط الأمن والأمان لسكان سيناء، وذلك بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية التعدينية والمختلفة في سيناء. كيف ترى ذلك؟ على مر السنين كان تأمين سيناء كان بالقوى العسكرية، والحمد لله قوات المسلحة كانت قادرة تنفذ هذا التأمين. لكن الحقيقة الجديد أن التأمين سيناء بالقوى العسكرية أيضا يضاف إليه بالتنمية، والتنمية يمكن أهم نقطة نذكرها فيها أنها تنمية مستدامة بتراعي حق الأجيال الموجودة حق الأجيال اللي جاية، وأنها تنمية شاملة على كامل أرض سيناء،
وفي بعدها الاقتصادي والاجتماعي، وحتى في البعد الاقتصادي متنوع جدا ما بين تنمية مطارات ومواني وأيضا محطة البردويل وأيضا المنطقة العزيزة علينا جدا في سيناء ومنطقة التجلي الأعظم. فأنا شايف أن التنمية الحقيقة لتأمين سيناء دي فلسفة الدولة المصرية الحقيقة حطها قدام عينيها وبتنفذها من خلال استراتيجية متكاملة وشاملة، وبتصير بمعدلات الحقيقة عالية جدا رغم الصعوبات اللي بتواجهها كل دول العالم، احنا ضمنها من تبعات حاجات كتيرة جدا، صعوبات أقصد اقتصادية. فالشعور بالأمن أيضا أنا شايف إن ده هيعزز مشروعات التنمية ويعزز أيضا انتقال أهلنا من كل مصر سواء الدلتا أو الصعيد إلى سيناء، وده يعتبر تأمين وتعزيز أيضا المشروعات التنمية. نعم، إذا ما هي الدروس المستفادة والتي يتحكى عنها الأجيال من ذكرى تحرير سيناء؟ أول درس إن أنا لما ألاقي تهديد بواجه الدولة المصرية أو تحدي ما أقلقش. هي دي النقطة أنا للشباب بالذات، عشان ساعات بيلاقي تهديد أو حاجة أو أزمة أو حاجة بتواجه مصر في ظل إعلام مضاد بيحاول يكسر قدراته ويحبطه. لما ألاقش ما أنا أبص للتهديدات اللي كانت بتواجه مصر وحتة من أرضنا عزيز علينا متاخدة مننا، محدش قلق ولا حد اتهز وكان في تخطيط وتنفيذ محترف. فانا ده اول درس مستفاد ان انا ما اقلقش وادور دايما على الحل. والنقطه دي تقودني الى نقطه اخرى وهو البحث دائما عن حلول غير تقليديه لمواجهه التهديدات والتحديات اللي بتواجهنا. واحنا شفنا ده في حرب 73، شفنا ده في مشروع سلام محترف جدا بدأ الرئيس السادات بانه راح لاسرائيل في الكنيست، شفنا يعني موضوع محترف جدا من التحكيم في مكافحة الإرهاب في سيناء. شوف المحطات دي كلها احنا بنقولها دايما، هتلاقي مصر بحكم موقعها بتواجه تهديدات وتحديات. محدش يكسرني أبدا كشاب، محدش أبدا يقلل أو يحبط من همتي أو من عزيمتي إطلاقا. بص لأبائك وأجدادك هتكتشف إن احنا يمكن نواجهه أقل كتير جدا من اللي هم كانوا بيواجهوه. نعم، سيادة اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لك.